السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على يعني قاسي سعيد، وين يكشف معلومات حصرية حول وجهة الجديدة لآية النوري. وكي نقول قاسي سعيد يا جماعة، قاسي سعيد على بالك الأب تاع آية النوري مع قاسي سعيد ولاد الخالات على بالك بيناتهم. هذه راني معلومة نعطيها لكم على دي بوك. تنتبع في قاسي سعيد كي يهدر على آية النوري، وين قاسي سعيد خطرة الناس اللي قالك بلي هذا آية النوري جابه لونترينير السابق، راك غالطين، راكم غالطين. أي قاسي سعيد اللي كشف أمر خطرة قالك بغينا نلعبو مع كولومبيا في ليل، قالك كان المدرب السابق المطرود كان قاعد مع زاتشي، ودخل وزاتشي جاب الاب تاع آية النوري، قال لك مين مدو الخامسه، وقال له بلي هذا والد تاع آية النوري. قال لك ناض وخلاه، راح وخلاه، مدلو خامسه وخرج، راح وخلاه. تما ما نهدر معك، انا عندي اللعابه ذاك الوقت هدرها قاسي سعيد، فاميلته ودخالته. راني نقول لكم شنو كاين، انا نعطيكم المعلومات الحقيقيه، انا نعطيكم معلومات الحقيقيه. ولكن يهدر اي تقل يهدر قاسي سعيد نسمع له، سورتو كي يهدر على آية النوري خات المعلومه يعطيها لك صح، قالت راه عارف واش كاين. الاب تاعو يعني يتصل به، يجي عنده للدار، يجي منا يتصل به بزاف، راه فاميلته، راه فاميلته نيشان. حمالكم يا جماعه، ولا انت تقعد تسمعني، انت تسمعني جماعه تشينيكيتو، خاوتي خواتي تروحوا تشوفوا الرابط. اي غيبه انت، انا نقول لكم بلي هذا كيجيه المعلومه، ماشي معلومه يعني سبحان الله. اش غادي نقول لكم دروك؟ هذا كي راه يهدر عليه، راه عنده المعلومه نيشان. قاسي سعيد كي يتكلم على آية النوري اديها من عند قاسي سعيد، اديها من عند قاسي سعيد، ديالو نيشان. نهار اللي عايروه، نهار اللي ولاو يعايروا فيه يعني. وخطره واحد الاعلامي على مصطفى معزوزي، ماشي مصطفى معزوزي، مو من آية قاسي، وين ينتقد آية النوري، طلق واحد السطاتي وين قاسي سعيد قالها لي يقول له باباه ساكن، كان يجي باكونس الباب الزوار، اونسيا بوكسير كلمة قالها لي، قال لي والله ويضربه، قال لي يقعد سيمانة باش يحس بلي واحد ضربه. كي يضربك قال لك تحس سيمانة باش بلي واحد ضربك. أنا نقول لك يضربك تحس سيمانة بلي واحد ضربك، يعني من التالي كاع كنتو تعايروا ولاد الناس. وعلى ما كيديروا يدير لك ستاتي ويهيج هذاك الهيصر ويطيحوا الغاش يبداو يعايروا كيما عايروا آية النوري قويلي عوار ما خلاولوش. وهذو الناس انا كي راني نقول لكم بلي نيغوساو معاهم بغاو يدوهم القاطر، انا مانيش غلط، والله ماني غلط، راني نعطيكم بالرسمي. نيغوساو مع عوان، مع قويري، مع آية النوري، مع العروسي، بغاو يدوهم يلعبو في قطر، بغاو خاطر قلتها لكم هاد الأيام، قلت لكم توالي غادي تشوفو هاد اللعابة يلعبو في قطر كوب دي موند الجاية. ناس ولاو يعايرو فيا، ناس عايرونا، وما بغاو يجنسوهم ديريكت، بغاو يدوهم يجنسوهم، لا حياة لا حشمة، بروجي، ولاو مبعدين ومشي باغيين يعيطو لليكيب ناسيونال، يعني يخدمو لهم ويرسلوهم في ناس. باش يدوم القاطر وما رفضوا ما بغاوش، عندهم الحق. انا نعطيكم هذه المعلومه حقيقيه، يعني لو كان يتكلموا اللعابه ولا اللعابه يتكلموا يقول لك واه صح نيغوساو معنا. جاو ناس الناس اللي تخدم، الناس اللي بغيتهم يجوا ما يبانوش، يخرجوا عليكم في القنوات الجزائريه في الندوات الصحفيه يهاجموا يعايروهم، وملي يروحوا ينيغوساو معاهم باش يدوهم وهي رايحه. يعني سيستم برك، هذه هي. نستمعوا واش قال قاسي سعيد. مدرب نادي ولفرهامبتون تحدث اليوم عن آية النوري وقال بأنه كان يعاني من مشكلة بسيطة ولكنه سيسافر مع الفريق، وأتوقع أن يشارك أساسيا غدا أمام نوتنغهام فورست. شوف
انا عندي شي معلومات. ريان ايت نوري كان في فرق تاع البيج فايف في البيج فايف ولا البيج سيكس في الدوري الانجليزي، تريد يعني جلب هذا اللاعب هذايا. للاسف المصدر تاعي يقول لك ما تقولش الاسامي، ما كان خمسة كل واحد واش يخير. ارسنال، توتنهام، ارسنال، مانشستر سيتي، ليفربول، ليفربول. هاك شتي قال لك المصدر تاعي يقول لك ما تقولش. هو راه على بالو شكون هو، هو على بالو باللي النادي في الانجليز اللي راهم نيغوسي معاه. وانا قال هادي بصح ما غاديش نهضر، قال هادي بصح ما غاديش نهضر، نسكت. عندي المصدر، عندي شكون اللي راه نيغوسي معاه قريب، النادي في الانجليز ونادي عريق، ها نادي كبير اللي راه نيغوسي معاه، وراني ساكت حبابي هكا ولا تيليفون هكا. قلت لهم بصح نبقى بيناتنا هكا دور بيناتنا، بصح غدوة ان شاء الله ميت اخر. السيد اللي قلت له غادي يقول لي يا ودي كثر خيرك، اسمع كيفاش حسي هي شو قال مصدر تاعي قاسي سعد. ما طمنيش صنارة محمد، كاين واحدة وقريب، ولكن قالت كاين فريق كبير خارج الدوري الانجليزي اللي حب قريت يديه. هل هو يوفنتوس؟ ما على باليش، ما على بالي. خارج الدوري الانجليزي. هل هو يوفنتوس؟ لسه ادري. قولي من اي بطوله قاسي سعد؟ نقول لك اي بطوله شيء. لا لا ما. وبطوله واحده من الخمسه تاع الدوري في اوروبا. هذه ريال مدريد، هذه ريال مدريد، بصح اللي ما يروحش بالي. اتصالات مع ربما. الدوري الفرنسي اصبح سابع دوري في اوروبا. اصبح سابع. اودي ريال مدريد بصح ما غاديش يروح ريال مدريد. هذا لا بصح عايت نوري اليوم صراحة يعني الناس كانت تكلم عليه كثير قبل ما يلتحق بالمنتخب الوطني، وحنا كنا تكلمنا محمد. وانت عارف ملي تكلمت انا مع الوالد ديالو. يعني الى فيها الحمد لله اكسترا اوردينار، قدم كثير في الدوري الانجليزي، سيكون نجم المنتخب. ودي ولد خالته، ولد خالته هو اللي اختار. هنا قلت لكم سي لو سول جوار في ليكيب هادي. قاسي سعيد يقول بابات ايت نور يقول له ولد خالتي. هادي باش نعطيكم في الصح. واحد خطره قال لي انت تدخل فيها فاميليا ودخل. يا ودي انا راني نقول لك شتي، كان نجيب لك المعلومه، انا نجيب لك المعلومه وانت دبر راسك. ومن بعد تبانها، ولا قال لك انا نهضر مع الاب تاعه والنادي خارج الدوري الانجليزي. نقول لكم شكون ريال مدريد بصح ما غاديش يروح لها. انا نقول لكم ريال مدريد بصح ما غاديش يروح، خاطر الناس اللي عطاوها، يعني الناس اللي سرعوا له الطريق تاعو، الوكلاء تاعو كلش مع الاب تاعو، مع الناس يعني وين مشاوره كبيره، يقولوا له قعد في البطولة الإنجليزية، خاطر راك راي عندك راي عندك عندك توليفة تاعها، تعرفها مليح، قعد فيها تخرج منها، ما زلت صغير، تلحق ديك 26 عام، يعني إلا زدت طرطقت وكبر وبعد وليت منها على 26 24 25، عندك نادي وحد آخر هذا الريال مدريد. أيوا من التالي كاع رانا نقول لكم واش كاين. هذه باش ديروها مليح في ليسانكم، هذه باش تحملوها مليح في ليسانكم، يعني من التالي كاع خويا. سقراطاس على بالك لونترينير تاعو كيعيط له ولا ما على بالكمش؟ لونترينير تاع ايت نوري قالها لي، على بالك شكون على بالك يعيط له؟ سقراطاس تاع البرازيل خلعه، يا وخلعه هو، راه خالعه هو، راه خالو راه خالو حاجة كبيرة كاع. حنا نجيب لكم معلومة حقيقية، اللي بغا يأمني أمن، ما بغاش يأمن. على بالنا باللي نتوما تأمنوا الناس، خلينا الناس أحبابنا وكلش اللي يأمنوا، خلينا دوك اللي يبغوا يكذبوا بصح بيناتهم يقولوا والله لا راه عنده المعلومة. نقول لكم وغلطوا بابات أيت نوري، غلطته الضربة تاع اللي لقى لونترينير المطرود، مدلو خمسة وخرجوا خلاه في لوتيل في ليل، نهار اللي بغينا نلعبو مع كولومبيا، والله العظيم خلاه، خرجوا خلاه، خلاه راسك، خلاه أورجو مسكين، كيما قال لي زيغ اللي خلاه أورجو، عيطتو، من بعد قالك لا هو جابهم، على بالنا، واه، جاب على بالنا، على بالنا.
بطاكشي يسمع لكم ايكيب والله العظيم. وما تنساوش عطونا كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، واللي عجب الفيديو يبارطاجي يعطينا جيم، وما تنساوش ابونوا معنا وربي يحفظكم.